مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا، وحنا كنتواجدوا من امام محكمه الاسره بالدار البيضاء بحي تقدم العداء العالمي سعيد عويطه بدعوى تطليق للشقاق للزوجه ديالو الاولى خديجه بعد 37 ديال الزواج، 37 ديال التضحيه، 37 عام ديال نكران الذات في سبيل ان عويطه يحقق الاحلام ديالو والطموحات ديالو. كنعرفوا ان سعيد عويطه والسيده خديجه كانوا تلاقاو، هي راه كانت كتمارس رياضه الجري مسافه 800 متر، كانوا تلاقاو عام 1982 بمدينه الرباط ضد مركب الرياضي، ومن بعد سنه تم الزواج عام 1983. والسيده خديجه كانت رياضيه يعني، وكان عندها واحد المستقبل كبير غيكون عندها في مجال الرياضه، وضحات بالحلم ديالها الرياضي وبالمسار ديالها الرياضي على قبله، لان ما يمكنش هي تكون على حساب اللي قال لها يعني ان واحد فيهم خصو يبرك، فهي بركات وقابلته هو شخصيا والوليدات والدار. وبالفعل يعني في 1984 فاز بميدالية ذهبية في اولمبياد 1984، وكيف قلت هي توقفات على المسار الرياضي ديالها وكانت كترافقه في جميع الحفلات، في جميع المناسبات، حتى كترافقه حتى فاش كيكون في التداريب ديالو، هي اللي كتساندو، كانت السند الحقيقي ليه، كانت الزوجه اللي ناضلات لاجل الزوج ديالها، رزقهم الله بربعه ديال الوليدات وليد وثلاثه ديال البنيتات، يعني كانت ربه بيت ومرافقه ليه في جميع المحافل ديالو. واليوم كنشوفوهم في محكمه، واللي ما كنشوفوهم في محكمه الاسره بالدار البيضاء ودعوى تطليق الشقاق اللي تقدم بها سعيد عويطه بعد 37 سنه ديال الزواج. بغينا نعرفوا التعليقات ديالكم مشاهدينا. ابراهيم كيقول لك الله يجيب لي فيها الخير امين. اكيد ابغض الحلال عند الله الطلاق. ما تمنيناش ان يعني هاد الزوجين هاد الكوبل انهم تنتهي العلاقه بالطلاق، وسعيد عويطه هو اللي تقدم دعوة تطليق للشقاق. احنا دائما من امام محكمة الاسرة بالدار البيضاء. إذا مشاهدينا كيف قلنا لكم، احنا من أمام محكمة الأسرة بالدار البيضاء، وسنوفيكم بآخر المستجدات. وفي هذه الأثناء كيتواجد العداء العالمي سعيد عويطه والزوجة ديالو السيدة خديجة بعد 37 سنة ديال الزواج كيف قلت، كيتقدم بالدعوة التطليق للشقاق. ولنا عودة في الموضوع بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.